انتوا بجد صدقتوني؟ ولو مش عايز صدقوني ليه؟ دكاترة معهد فنون مسرحية يا سيدي بقالي 3 سنين بقدم وسط. اه يا دكاترة ده انا مثلت على الناس ونجحت. انتوا مش حاسين ازاي يعني؟ كل ما اشتغل في حتة اخد دور كويس يقولوا لي انت نقابي، اقول لهم لا، يروحوا واخدين الدور مني. انت بتتكلم جد؟ انت بجد هتساعدني؟ وكمان مديني الكارت بتاعك؟ طبعا بقى حضرتك نقابي صح؟ ولا حتى شغال بتصاريح؟ يا احمد يا احمد اسقيني يا عم جمال. انت كل ما تشوف وشي يا عم ده انا كل ما اجي اقفل تقول لي اسقيني. والنبي يا عم جمال بقى، ما انت اصلك يعني ما انت اصلك بت يعني ما تاخد سيجاره؟ طيب لا 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 معاه شكر. طب بقول لك، انت مالك كده؟ انت شكلك انت زعلت ولا ايه؟ لا مش زعلان.